الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تحقيق أمنية بالاستغفار بسرعة بسرعة، في ظرف 10 أيام تستغفر الله 10,000 في اليوم. من أراد أن يحقق أي شيء بإذن الله بسرعة في ظرف 10 أيام يستغفر الله 10,000 في اليوم. أما إذا كان شيئا صعبا وهو يراه أنه صعب، فليواظب على 10,000 لمدة 40 يوم. يستغفر الله 10,000 الاستغفار لمدة 40 يوم. الصيغة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أسهل صيغة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 10,000. إذا كانت هذا الشيء عندك صعب فلتواظب عليه 40 يوم. تواظب عليه 40 يوم، يومين 10,000، تفرق 2000 وراء كل صلاة. أريد أن أقولها في جلسة واحدة، ليس هناك أي مشكل، ولكن أعتقد لن تستطيع. فممكن مثلا تقول 5,000 في الصباح، 5,000 في الليل، أو 2000 وراء كل صلاة، أو تقوم بالوقت الذي هو يناسبك، يعني تذكر في الوقت الذي يناسبك، في الصباح، في المساء، في أي وقت. المهم 10,000. إذا كانت شيء يعني شيء سهل يعني ليس بصعب، فبإذن الله في ظرف 10 أيام. ولكن الشرط يجب الالتزام والدعوة، تدعو إلى الله أو تكتب دعوة. أنت تكتب دعاء في ورقة، ماذا تريد؟ مثلا تريد الرزق، تريد المال، تريد العمل، تكتبه. اللهم ارزقني، اللهم. أو إذا لم تستطع أن تكتب دعوة تبحث عليها في جوجل، مثلا دعاء على الرزق. ذلك الدعاء على الرزق ستقوله وراء كل 1000. استغفرت الله 1000 في الجلسة الأولى، تقول الدعاء، تدعو إلى الله بذلك الدعاء. 1000 الثانية تقرأ الدعاء مرة واحدة، درست تقرأ 7 مرات على حسب استطاعتك. المرة الثالثة حتى تكمل 10,000. ولكن مثلا قلنا 2000 وراء كل صلاة، في كل صلاة أنت استغفرت 2000، يعني 2000 الأولى مثلا وراء صلاة الفجر، وراءها تدعو إلى الله في 1000 الأولى والألف الثانية بذلك الدعاء الذي أنت اخترته. تختار دعاء مثلا من جوجل، دعاء على الرزق، أو دعاء للشفاء، تريد الشفاء، أو دعاء لإبطال السحر. فذلك الدعاء تدعو به يوميا وراء كل 1000 من الاستغفار، يعني ستدعو إلى الله سبحانه وتعالى 10 مرات في اليوم، مرة واحدة وراء كل 1000 من الاستغفار، يعني ستستغفر الله 10,000 يوميا. إذا كان ذلك الشيء الذي أنت تبحث عنه صعب تكمل 40 يوم. إذا لم يكن صعب فقط 10 أيام يتحقق لك الشيء الذي تريد. ولكن هناك السر، هذا هو السر الذي سأقوله لك. لماذا قلت لك أن أبحث على الدعاء وتقوله يوميا؟ السر هو أنك تدعو إلى الله بنفس الدعاء يوميا. هذا هو السر الذي لا يعرفه الكثير. هناك من يستغفر ويصلي ويقرأ القرآن ولكن لا يدعو. تدعو إلى الله بنفس الدعاء الذي تدعو يوميا، يعني اليوم دعوت بذلك الدعاء، غدا تدعو بذلك الدعاء، يعني أنت تلح وتدعو نفس الدعاء وسيأتيك الطلب. سترى النتائج، سترى ما يوجد في ذلك الدعاء بدأ يتحقق إليك. مثلا اللهم افتح لي الأبواب، وارزقني من حيث لا أحتسب، وجعل لي قبولا بين الناس، يعني هذه الأشياء، هذه الدعوات سترى نتائجها يوميا في حياتك. لماذا؟ لأن المستغفر دعاؤه مستجاب. ولماذا نحن نقول 10,000؟ كي تكون الاستجابة بسرعة. ولو أن عندك سحر أو عين أو مشاكل الذي مثلا تعكس عليك، أنت تقول أنا أستغفر وأقرأ القرآن وأذكر الله ولا الناس، ولو يكون عندك عكوسات من الشياطين، يعني ب10,000 مثلا نقول أنك في 1000 الأولى كنت غائبا العقل وليس عندك النية، وفي 1000 الثانية كنت غائب، وفي 1000 الثالثة والف، ولكن في 1000 الرابعة والـ1000 الخامسة والـ1000 السادسة ستكون محضر العقل. يعني أنت استغفرت 10,000، ربما
إذا بحثت أنا في الأرض سنجد مثلا من يستغفر 10,000، مثلا نجد مثلا 200، نعطيه 200 ألف. يعني كل البشر التي توجد فوق الأرض تجد مثلا 1000 من البشر هم الذين يستغفرون 10,000، أو تجد 900، أو تجد 2000. فأنت من ذلك ال2000. يعني إن شيء تفعله نادرا ما يفعله الناس في الأرض. أما مثلا إذا قلنا تستغفر 100، ستجد الملايين يستغفرون 100. ربما تجد مثلا 200 مليون أو 100 مليون يستغفرون 100 يوميا في الصباح. ولكن 10,000 ستجد مثلا 1000، 2000، 3,000 من البشر تستغفر 10,000 في اليوم. فهمت؟ فأنت من ذلك ستكون شيء مهم. والدعاء الذي أنت اخترته من النت وتقول، ربما ستجد مثلا 100 أو 500 من الناس في العالم كله يقولون ذلك الدعاء الذي أنت تقوله، إن شيء نادر. أما إذا كتبت الدعوة بيديك، ستكون أنت فقط الذي تقول ذلك الدعاء في الأرض كلها. كتبت الدعوة أنت وقلتها يوميا، ستكون أنت الذي تقول تلك الدعوة، لا أحد يقول، فقط أنت كتبت بيدك. لهذا الدعوة جد مهمة أن تكتبها بيديك. لماذا؟ لأنك ستكون أنت فقط في العالم كله بإذن الله تقول تلك الدعوة. يعني لن تجد الشخص آخر يقول نفس الدعاء، لأنك أنت الذي كتبته. فتقول وراء الاستغفار 10,000 مرة، كما نقول 2000 وراء كل صلاة، لمدة 40 يوم، يتحقق لك أي شيء تريده إن شاء الله. فقط تواظب الدعوة، تقول وراء الاستغفار 2000 وراء كل صلاة، أو العدد الذي تستطيع عليه في اليوم، يعني 10,000 تقولها في 5,000 الصلاة، 5,000 في اليوم، الاستغفار 2000 مرة، أو بالعدد الذي تستطيع عليه يوميا، يتحقق لك أي شيء تريده إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.